لن تكون للأمم القادمة في قضايا كانت للأمم القديمة ممنوع تبقى موجودة، زي الرسل مثلا كانوا للأمم السابقة، بعد محمد ما فيش خلاص. ليش؟ ليش ما يكون في رسل؟ طبعا ما أجملها لو أنه الآن في رسل ووحي مستمر وتفاصيل ونسألهم عن، بدل ما نقعد نحلل تحليلات سياسية ونظلنا من يعني خيالات وكل واحد يقول قوله ويحلل بطريقته، لو أنه في أنبياء ماشيين بيننا لا أنتوا خلاص الآن يعني بلغتوا. تصور لو أبوك بدك يظلك أنت معتمد عليه وبعدين معك مخلصنا فبالتالي إذا يعلم سليمان عليه السلام أنه في أمور راح تنسحب، بيعلمه كنبي ورسول أمور بما فيها ختم الرسالات، كانوا بيعرفوا كانوا بيعلموا ومبلغين، موسى مبلغ عن محمد صلى الله عليه وسلم وعيسى مبلغ مبلغين عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومش بس هيك وحتى في قضايا تحديات بتتواجه البشرية مبلغين فيها. يعني ما من أمة ما من نبي إلا وحذر أمته الدجال مثلا، كان في عندهم تصور تسحب. الآن يبدو أنه سليمان عليه السلام الله سبحانه وتعالى ألهمه أو أوحاله أطلب الآن.